مشاهدينا الكرام، ومع انطلاق كوب 27 بدأت الوفود تعرض، كل وفد بيعرض ما لديه من مقترحات، من آراء، من دراسات لإنقاذ كوكب الأرض، للتمويل للمشروعات التي سوف تعطي لكوكب الأرض الاستدامة للأجيال القادمة. معنا الآن الأستاذ إبراهيم بن أحمد العجمي، المشرف على أعمال الشؤون المناخية بهيئة البيئة في سلطنة عمان. أستاذ إبراهيم منورنا. مرحبا بك أستاذ، الله يحفظك إن شاء الله. يعني عمان من الدول، خليني أقول، اللي بتحافظ على البيئة بشكل كبير، وعمان ليها نشاط في كوب 27 كبير. حضرتك ومسؤول عن شؤون المناخية بهيئة البيئة في سلطنة عمان، ماذا تقدمون من خلال كوب 27 أمام العالم، وما قامت به عمان، وما هي مقترحاتكم؟ طبعا في البداية حقيقة يعني نود نسجل شهادة شكر وتقدير لجمهورية مصر العربية الشقيقة على الاستضافة الجيدة وعلى حسن التنظيم وكرم الضيافة لوفود المشاركة في كوب 27، وهذا حقيقة إنجاز كبير جدا يضاف إلى الإنجازات الكبيرة التي حققتها جمهورية مصر العربية الشقيقة في هذا الجانب. ونتمنى إن شاء الله تعالى للرئاسة المصرية الشقيقة كل التوفيق والنجاح في تحقيق مقررات وأهداف هذا المؤتمر لتنال رضا جميع دول العالم، لأنه مشكلة ظاهرة الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية مشكلة يعني معنية بكافة شعوب ومجتمعات دول العالم، وليست حصرا على إقليم أو دولة معينة واحدة. ومن هنا تبرز أهمية تكاتف جميع دول العالم، كل بقدر استطاعته في 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 تحقيق الأهداف طويلة الأجل، وهي تخفيض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وبالإضافة إلى وضع مشاريع ومبادرات في مجال التكيف مع هذه التأثيرات والمخاطر السلبية في قطاعات التنمية المختلفة. وحقيقة هذا لن يتأتى إلا بوجود صناديق التمويل الدولية المتاحة فيما يتعلق بمشاريع التكيف والتخفيف من التغيرات المناخية، أن تساهم في تخفيف هذه المخاطر على هذه الدول. وهناك طبعا مقررات سابقة من مؤتمرات سابقة بتخصيص 100 مليار دولار أمريكي سنويا لمساعدة البلدان النامية ومنها الدول العربية، حتى تتمكن من وضع خطط وبرامج استراتيجية ومشاريع ومبادرات لتخفيف مخاطر التغيرات المناخية في قطاعات التنمية المختلفة. بس لم يتم الوفاء بهذا المبلغ للأسف. نعم يعني. نعم. نعم. هذه القرار هي عبارة عن تعهدات، ومن المؤمل يعني من الدول هذه أن تفي بما وعدت به والتزمت، خاصة أن هذا الالتزام ليس التزاما شخصيا، يعني التزام في منظمة من منظمات الأمم المتحدة، ثم هو التزام رسمي. وبالتالي يعني حقيقة، وهنا الرئاسة المصرية الشقيقة حقيقة يبذل جهود كبيرة جدا من أجل تحقيق عملية أن هذه التعهدات تكون مدفوعة في صناديق التمويل الدولية، حتى تتمكن مساعدة البلدان النامية، لأن دون وجود مصادر التمويل المالي تبقى المشاريع يعني تواجه صعوبة جدا. والكثير من الدول النامية ومنها الدول العربية قد لا تتمكن من تغطية حجم الأضرار وحجم المبالغ المالية المطلوبة من أجل تقليل هذه الأضرار. وبالتالي إن شاء الله تعالى نتمنى من الدول المعنية في هذا الجانب أن تستجيب لهذه الظروف، وأن تنفذ ما وعدت به والتزمت به في مؤتمرات سابقة. نعم. وهذا أحد أهم البنود المفاوضات في المرحلة الحالية في هذا المؤتمر، بالإضافة طبعا إلى المواضيع الأخرى الفنية المطروحة على جداول الأعمال، سواء مؤتمر الأطراف أو الهيئات الفرعية. نعم. المنبثقة. أستاذ إبراهيم، خليني أقول أنه حضرتك في وسط كلامك وبدأت أسمع هذه الكلمة بكثرة، وهي التكيف. هل وصلنا لمرحلة ان احنا نتكيف مع الوضع الحالي؟ كلمة التكيف بقيت اسمعها بكثرة، وحضرتك متخصص في البيئة، فهمني، هل احنا وصلنا لمرحلة يعني لا رجعة فيها؟ أستاذة، موضوع ظاهرة الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية يعني هذه الظاهرة ظاهرة عالمية. نعم. اكتشفت او تم التركيز عليها يعني غالبا في التسعينات. نعم. اكتشفت نتيجة لأنه زيادة للتنمية الصناعية والنمو السكاني الطبيعي يعني في صحيح. كل دول العالم، وزيادة وسائل النقل بكافة أشكالها خلال هذه العقود،
أوجدت نسب من غازات الاحتباس الحراري والغازات الدفيئة بنسب كبيرة جدا، يعني غير عن النسب الطبيعية، مثلا غاز ثاني أكسيد الكربون وغاز الميثان موجود في الطبيعة في مكونات الغلاف الجوي الطبيعية ولكنها بنسب ضئيلة جدا. لكن هذه الأنشطة البشرية هي التي أدت إلى مضاعفتها بأضعاف النسب الموجودة في الغلاف الجوي. هذه الزيادة الكبيرة جدا أدت إلى ظهور هذه التأثيرات. التأثيرات في 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 هذه الظاهرة التي يعني طبعا وثقت ودرست من قبل يعني منظمات دولية ومن قبل جامعات عريقة على مستوى دول العالم، أوجدت أو توصلت إلى نتيجتين. النتيجة الأولى إن في عندنا مشكلة عالمية ولا بد من التصدي لها. المشكلة تكمن في زيادة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري عن المستويات الطبيعية المفروض أنها تكون عليها، وهذا بما يسمى بالتخفيف من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. هذا هو المحور الأول تحت مفاوضات الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة واتفاق باريس. الجزء الثاني أو المحور الثاني هو يتكلم عن التكيف. المقصود بالتكيف هو أن قطاعات التنمية، مثلا نجد على سبيل المثال القطاع الزراعي، قطاع البحري اللي هو المناطق الساحلية يعني والتنمية الساحلية الموجودة على الشواطئ، نجد قطاع مثلا الثروة السمكية، قطاع الزراعي، قطاع المدن السياحية، قطاع الصناعي، قطاعات التنمية المختلفة، قطاع البنى الأساسية مثل محطات الطاقة الكهربائية ومشاريع الطرق وغيرها من المشاريع المرتبطة بها. نتيجة لزيادة الانبعاثات يعني مثلا على سبيل المثال مستويات سطح البحار أو الأنهار راح تزيد نتيجة لذوبان الجليد في المناطق القطبية. هذا الارتفاع حدثت نعم، وهذه الزيادة في الارتفاع مستويات البحار والمحيطات والأنهار راح يغرق التنمية سواء كانت سياحية أو صناعية أو سكنية موجودة في هذا المكان. إذن هنا يتوجب على الدول أن تتكيف. المقصود بالتكيف أن تعمل وسائل حماية لهذه المخاطر وسائل. نعم. هناك طبعا في تقنيات وفي إنشاءات ممكن تعمل، مثلا ترفع مستوى الحماية على الشاطئ بمستوى أمتار أو نص متر أو متر بحسب الدراسات للمنطقة التي هي معرضة لهذا الخطر. هذا بما يسمى بالتكيف مع التغير، وليس أن تتكيف أن لا تعمل شيء. لا، التكيف المقصود فيه أن تبني مشاريع أو مبادرة تحمي المنشآت التي قد تتضرر نتيجة لتغيرات المناخية. الضرر هنا واقع من أين يأتي الضرر؟ الضرر من ارتفاع مستوى سطح البحر. هذا الارتفاع بالنتيجة بيؤدي إلى غرق المناطق الساحلية الشاطئية. إذا الحماية المطلوبة أنه ممكن تعمل جسر أو تعمل كورنيش مصدات. أو تعمل مصدات. نعم. تعمل في هذا الجانب. إذا هذه هي وسيلة الحماية، لكنها تحت تعريف الاتفاقية الإطارية واتفاق باريس تسمى مشاريع للتكيف مع الأضرار أو المخاطر التغيرات صحيح. المناخية صحيح. طيب هذه المشاريع تحتاج إلى تمويل مالي، يعني الدولة يعني وتحصل خاصة الدول التي لديها مثلا مناطق ساحلية كبيرة جدا، يعني مساحات كبيرة وتحتاج إلى مبالغ استثمارية هائلة. في نفس الوقت هذه الدول لم تتسبب في هذه المشكلة، يعني هذه الدول وقع عليها الضرر ولكنها ليست هي السبب الرئيسي في المشكلة. صحيح. السبب الرئيسي هي دول أخرى. الآن الاتفاقية أوجدت هذه الآلية للتعامل مع هذا الموضوع، أن الدول المتسبب في الضرر لابد أن تتحمل على الأقل جزء، وإن كان يعني ليس بالكامل، حتى تتحمل بعض الأجزاء من هذا الضرر من حماية الدول من هذا الضرر الواقع عليها من خلال أنها تدفع مبالغ مالية لصناديق التمويل الدولية. وهنا نتكلم عن صناديق التمويل اللي هي المعنية بمشاريع التكيف أو التخفيف من التغيرات المناخية، وعندنا صندوقين أساسيين. الصندوق الأول يسمى صندوق المناخ الأخضر، والصندوق الثاني هو صندوق التكيف مع التغيرات المناخية. وبالتالي الدول التي يعني تعمل دراسات وتعمل تقييم لهذه الأضرار كلها دول تبع صندوق النقد الدولي؟ لا، هم تابعين للاتفاقية الإطارية. نعم. ولكن نعم. التمويل من يأتي من الالتزامات التي تعهدت بها الدول. نعم. أن تسيلها، تعملها سيولة نقدية وتتحول لهذا الصناديق الدولية. نعم. الدول هنا تتقدم بخطط وطنية يسمونها خطط التكيف مع التغيرات المناخية اللي فيها قائمة بالمشاريع في كل القطاعات. أنا ذكرت فقط هنا بالنسبة لارتفاع مستوى سطح البحر واحتمالية غرق المناطق الساحلية، لكن مثلا في القطاع الزراعي نجد أنه زيادة درجة الحرارة عن مستوى الطبيعي، أيوة، عن زيادة عن هذه الدرجة
ستحصل يعني نتائج سلبية على الانتاج الزراعي وعلى المحاصيل، ربما بعض المحاصيل قد لا يمكن انتاجها، ربما الانتاج قد يكون في بعض المحاصيل ضعيف، وبالتالي هذه كلها تكاليف يعني على بالنسبة للمزارعين اللي هم الناس العاديين وعلى الدولة ككل. وبالتالي هنا لابد أن الحكومة تقيم هذه التكلفة والأضرار وتحصرها، ثم تتقدم ما هي الخطط لتعويض هذا الضرر. الخطط طبعا موجودة معروفة، الخبراء في قطاع الزراعة، قطاع الثروة السمكية، القطاعات المعنية يعرفوا كيف يحددوا. مثلا إذا تكلمنا عن القطاع الزراعي نجد أنه ممكن يتحول إلى محاصيل مقاومة مثلا درجة الملوحة، إذا كان المشكلة في التغيرات المناخية مشكلة الملوحة. إذا كان المشكلة مثلا موجودة في مسألة أنه هذه المحاصيل ما ممكن تقاوم درجات الحرارة هذه، إذن لابد من البحث عن محاصيل تقاوم درجة حرارة مرتفعة، وهكذا يعني يحتاج لها مراكز البحوث الزراعية. فتضع في الدولة قائمة بكل هذه المشاريع والاستثمارات المطلوبة حصرا في كل قطاعات التنمية، وتتقدم بها إلى هذا الصندوقين، يعني صندوق التكيف مع التغير، وإما الصندوق الأخضر للمناخ، من أجل تحصل على التمويل المالي. أول ما تحصل على التمويل المالي تبدأ على المستوى الوطني طبعا في تنفيذ هذه المشاريع من أجل تخفيف هذه المخاطر. وتتوقع حضرتك أستاذ إبراهيم أنه ممكن نخرج بهذه النتيجة بعد كوب 27؟ هو إن شاء الله تعالى هذا ما يطمح إلى الجميع، يعني الجميع يطمح، يعني حتى الدول الصناعية كبرى. حتى الدول الصناعية، ولكن درجات الطموح تختلف. صحيح، لأنه هو يحس أنه كان هو بيدفع. واي شخص يعني اللي بيدفع احيانا يحس انه يعني تقيل. يتردد. ايوه صعبه عليه يعني. الا يحتاج نوع من التحفيز، نوع من يعني شو الطبطبه مثل. بس هم مضرورين برضه يعني، هم في ضرر واقع هم عليهم. متضررين ايوه صعب. لكن الدول هم قدره التكيف او القدره الماليه شوي اكبر عن البلدان النامية، يعني نتكلم يعني القدره الماليه لدى البلدان الناميه حتى تواجه هذه المشكله العالميه محدوده، تبقى محدودة، يعني سواء ليس فقط في الجانب المادي، أحيانا حتى في الجانب التقني، يعني ربما في تقنيات وأجهزة يحتاج الدولة تستوردها، إذا لم تحصل على التمويل أو لم تحصل على هذه التقنية من الأساس لن تتمكن صحيح. من تحقيق هذه الأهداف يعني. أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ إبراهيم بن أحمد العجمي. شكرا أستاذ، فرصة سعيدة.